كوكو حبوباتي، اليوم غادي نوريكم على السريع كيفاش تصايبوا الرز بالدجاج. كيجي صراحه رائع ولذيذ وخفيف بالنسبه لوجبه الفطور في رمضان او لا اي وقيته. دونك عندنا هنا الدجاج كيف كتشوفوا كتغسليه مزيان، ديما بنفس الطريقه اللي كنقول لكم في كاع الفيديوهات، كيتغسل مزيان، كتخليه بشويه الملح والسكينجبير والحامض، من بعد كتشليه وكتاخدي ديري فيه التوابل وتخليهم مرقدين. الوغ التوابل اللي درنا هنايا، عندنا كمون، عندنا شويه فلفل اسود، عندنا ملح، وعندنا قزبر بودر اللي هو كيكون كريكبات مطحون، وعندنا ملح. الوغ كتخلي هادو كاملين مرقدين هنايا في هاد القامه اللي درنا فيها الشرميله، والثومه طبعا كتهرسيها. دابا هنا عندنا الماء كناخذو كنستعملو في الكسكاس اولا في البرمه الخاصه بالكسكس. كديري الماء ولا ممكن ديرو حتى بالنسبه للناس اللي عندهم في الدول العربيه ما عندهمش هاد البرمات، فممكن يستعملوا هذاك البخاره العاديه. الوغ هنا غنديروا واحد شويه فلفل اسود، لان هاد الماء هذا هو اللي غنطيبوا فيه الرز باش نستافدوا من ديك العصاره اللي غتنزل من الدجاج. وهنا غنديروا فيه شويه الملح طبعا على حسب الكميه اللي نتوما مستعملين. صافي غنحطوا دابا الدجاج ديالنا هنا في الكسكاس وغنبداو نطيبوه. الوغ هنا كيف كتشوفوا كنجيو كنستفوا القطع ديال الدجاج اللي عندنا، ديما كديروا الجهه اللي عليها فيها الجلده هي اللي كتكون من التحت باش كتطيب مزيان ودوك الدهون كينزلوا لتحت. فوالا، طبعا هاد العصاره ديال التوابل هادو اللي بقاو عندنا حتى هما غادي نعاودو نديروهم هكا نصبوهم هنايا، وغنديروها حتى طيب وندوزو نكملوا الوصفه ونوريكم الطريقه كيفاش نطيبوا فيها الرز. تن حبيباتي كيف كتشوفوا هنا بعد ما كيطيب الدجاج كنخليوه على جنب وكندوزو باش نشطو الرز. الو دابا هنا كنجيو كناخدو مقيله كنديرو فيها شويه زيت زيتون، ممكن ديرو زيت زيتون وزيت العاديه، وكنجيو كنديرو فيها فلفل اخضر احمر اصفر مقطعينو بالطريقه هذه. طبعا ممكن ديرو انواع ثلاثه، ممكن ديرو اي واحد، كنحروهم واحد شويه. غنديرو لها واحد دابا شويه الفلفل الاسود والملح، نخلي واحد تتشحى ونزولها ونديرو البصله. فوالا كتشوفو، وخالي من الفلفل الاسود. هنا كيف كتشوفو كتاخدو الارز بالقياس اللي محتاجين، يعني شحال ما بغيتو. انا غناخد ثلاثه مع مراش كيف كتشوفو. غنوصلو انا دابا غنجيو غناخدو هداك الدجاج ديالنا ونديرو في صينيه كيف شفتو، درتو على خز زبده باش كيبقى ما كيلصقش في الصينيه، وحتى الصينيه ما كتعذبناش في الغسيل مع رمضان. دابا انا كيف كتشوفو الدجاج راه خليته تما حيت كنت ناسيه الصوص اللي غادي ندهنو بها الدجاج قبل ما نديرو في الفران. دابا غنجيو عندنا هنا هداك الفلفل بعد ما تشحر كنديروه في هاد المرق مباشره، وكنديرو البصله حتى هي تشحر ونعاودو نديروهم نضيفوها على المرق. يعني كيف كتشوفوا معايا بنفس الطريقه كنديروا البصله بعد ما كنكونوا زولنا الفلفل درناه في المرق، كنديروا البصله حتى هي تشحرها مع شويه فلفل اسود وشويه الملح حتى تشحر، وغنضيفوها حتى هي على المرق. دونك هنا عندنا الرز اللي غسلنا كنخليو واحد جوج حتى ثلاث مرات، كنخليو يتسقى هكا يتسقى منه. طبعا كتسقى غير جوج ثلاثه ما كيبقاش ما تزولوش النشا كامله، غير واحد شويه. انا هذيك النشا ملي كتزولوها هي اللي كتخليها كتبشم وكيجي الحبه ما مفرزاش. اذا كيف كتشوفوا معايا فهنا بعد ما تحمرت عندنا اولا تشحرنا البصله غنضيفوها حتى هي على المرق اللي عندنا. صافي هنا دابا غنديروا الرز ونديروهم يطيبوا. دابا درنا الرز اللي وغنديروه على النار باش يطيب وندوزو تمن الوسط. الوغ هنا كيف شفتو غنخليو دابا شعلنا على الرز نخليوه يطيب حتى كنحسو بيه مره مره نقلبوه نلقاوه طاب. صافي غنطفيو عليه ونخليوه حتى يتشرب داك المرق، وديك الساعه غندوزو نكملو الدجاج. دابا كيف كتشوفو معايا هذه هي الصلصه اللي غادي نستعملو باش ندهنو بها داك الدجاج. عندنا هنايا واحد شويه زبده، واحد شويه ترتقى يعني راس معلقه ديال السمن، عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الموطاد، والحار على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه ديال كل واحد، اللي كيبغي الحار يديرو، اللي ما كيبغيش ممكن يستغنى عليه. دابا غنمشي غنحاول نخلطو هاد الصوص هادو مع بعضياتهم حتى يندمجو، وغندهنو بيهم هداك الدجاج ونحطوه في صينية وندخلوه يتحمر واحد شوية ياخد اللون في الفرن. حاولو تستعملو زيت تكون شوية بوماد باش تكون ساهلة. إذا حبيباتي كيف كتشوفو بعد ما كندمج عندنا هاد الصلصة اللي صوبنا، دابا غنجيو ناخدو الدجاج ونبداو ندهنو فيه
كامل نحاول انكم ندهنوا الاطراف كامله بهاد الصلصه هذه بالشكل هذا كيف كتشوفوا. انا غير كيف كتشوفوا ضروري دهنوا الدجاج مزيان من الداخل ومن برا بهاد الصلصه. طبعا استمر حتى ندهن كاع الاطراف اللي عندي وندخلهم الفران ونكمل. دابا هنا كيف كتشوفوا معايا فغادي ندخلوا الدجاج ديالنا للفران ياخذ اللون الذهبي ويتحمر شويه. طبعا ما كنطولوش وما نجهدوش الفران باش يتحمر على مهلو ويبقى رطب ما يتكريش بزاف ويبقى صح. الو هنا كيف كتشوفوا معايا فالروز تقريبا طاب، مي انا حيت ما عبرتش في الاول الماء يعني غنخليه واحد شويه بحال هكا يوكه ومن بعد نطفي عليه هو غيشرب راسو. راه حاولوا انكم في الاول الماء اللي غديروا في البرمه على حسب الكميه ديال الرز اللي غديروا، غديروا زلافه ديال الرز غديروا جوج ديال الماء ثلاث. اذا هنا كيف كتشوفوا فبعد ما كيطيب الرز وكتطفيو عليه باش يشرب شويه ديك المرق كنجيو دابا كنحطوه بهذا الشكل. هنا عندنا الدجاج حتى هو ها هو خد اللون وتحمر دونك كنحطوه فوق الرز بالصحه والراحه. اذا كيف كتشوفوا كنحطوه بهذا الشكل هذا كتزينو بالزيتون شويه الحامض الا بغيتو من الفوق. اولا عندكم الطوماط سيريز دخلوها الفران شويوها وحطوها حتى هي من الفوق كتعطي النضر الاحمر مع الالوان اللي درنا. اذا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، رز بالدجاج كيجي خفيف ولذيذ وفي نفس الوقت يعني ما كيكونش شابع دهون بزاف. كنتمنى تجربوا الوصفه بصحه وراحه. يلا باي باي.